في سبيل الزخم ليصير على شارع 66، ونايه الدوامات تكسر الزخم، واللي بادر بها الاستاذ عبد الله مدير ناحيه، وفعل كتاب الرجل، وجت عمليات بغداد، وشركه عمليات بغداد وامانه بغداد واللي فتح هذا المعبر. وراها انسد من صار هذا، جاء راس المفاجاه وسدوا هذا الشارع، هذا المعبر. وهسه تدري انت من اللي تجي دام زخم في شارع 66 وشارع 60 اللي هو محاذاة هذا المعبر. والله نترجى من المسؤولين اصحابين الراي ان شاء الله يفتحوا لنا هذا لخدمه اهالي الداودي وخدمه اهالي الجامعه.